نبعت كده إن شاء الله منتظر ابعت لي الاسايمنت بتاعك نبص عليه. هل في حد تاني جاهز يفرجنا؟ يا سلام دكتور عبد نعم القادر. جاهز عبد القادر؟ جاهز انا يا دكتور. عندي عبد القادر. ايه انتهيت من المشروع البروجكت، ايوه ارسله لك يا دكتور. ارسل. هو ما ينفعش ابعت فولدر يا دكتور، لازم فايل. تبعت لي فايل واحد مظبوط؟ هي ملف واحد كامل. تمام. اسمه بوك. ايوه نعم. كويس جدا. بس اعمل له رينيم كده. تمام. شايفه معايا مظبوط؟ واعمل الفانكشنز اهو، الفايند والابديت والدليت والتشيك والبتاعة الأولانية وكانت في حاجات كتير. تعال نشوف. قال لي يعني واحد للاد، اثنين للفايند، ثلاثة مش عارف ايه، أربعة ايه، خمسة ستة. ماشي، جرب واحد. عايز تضيف كتاب يس ولا نو؟ ما اعرفش انت واخد بالك من كابيتال وسمول ولا انت توصل كابيتال بس. لا قلنا ان شاء الله جاهز ان شاء الله. واحد كتاب، اربعه كتاب مثلا. كويس كويس جدا. تاني يس. حلو، عملت لوب تاني عشان ترجع تجيب لي نفس النتيجة مباشرة. وده شيء كويس جدا عشان انا مش محتاج ان انا اعيد تاني، انا بحب اخرج هخرج لوحدي. طيب احنا لو احنا عايزين الديسبلاي رول بوكس هندوس خمسة لما هو طالب. فقال لي ايه النتيجة الجميلة. انت هنا ممكن تعمل سلاش بي سلاش بي او ثلاثة سلاش بي لو انت عايز تشيل السبيس دي. بس كويس جدا جاب لي كتابين، ممتاز. طيب ماشي، نقول مثلا فايند خلف اتنين. هو لا بروجرامينج 2 ادي بروجرامينج جزء اللي احنا بحثنا عنه الفاليو قبل الكتاب ده. طيب انا عايز اعمل ايديت على بروجرامينج 2. ماشي، قال اسمه بروجرامينج 2. لا هو سنة نخليه كده عدلناه. طيب
بعد ما عدلناه نقول display ده 5 عشان نشوف الحته اللي احنا عدلناها، لان هنا غلطه بسيطه ما اعرفش ايه. الحته اللي احنا عدلناها التخصص ليه ضاع، طار علامه الامبرساند، يمكن يمكن عكس يمكن علامه الامبرساند بس ده العامل اللي احنا زودناه. طيب انا لو حبيت اقول له اخر حاجه انا عايز اعمل ديليت، وقلت له 2.5 مليون جابوا لي اهو، بس التخصص ما سجلش، لكن تمام. ديليتي ذيس بوك، قلت له يس. ديسبلاي جاب واحد بس، ممتاز. 6 خرج. شغله كناتج ممتاز يا استاذ عبد القادر. اما بالنسبه لكتابه الكود انا مش الفايند تمام، طبعا بالنظره العامه ان الكود منظم يعني تمام. تشيك عندك التشيك دي اساس اللوب هذه فيها عيب واضح ان هي طويله، فاهمني؟ عيب واضح ان هي طويله جدا، متداخله وطويله جدا، وده معناه انك انت كنت ممكن تجزئها بالمعنى الواضح، ان دي كانت ممكن تجزئ على اكتر من فانكشن بحيث تخفف كل الاعباء اللي انت كاتبها دي، او تجزئ الايه الكود الطويل ده. لكن ما فيش فانكشن نعملها بالشكل ده يعني بيكون فيها كلام زي كده الا يعني قلما. فانت كنت ممكن تجزء يعني، ممكن مثلا الطباعه دي كنت تحطها في فانكشن لوحديها مثلا، فهمتني؟ بس على بعضها يعني، تبقى حته على بعضها بس، ان هو ايه بتقول له هات قيم وخلاص في فانكشن لوحدها، او مخفف يعني، هو مرن على نفسه بكلمه واحده، فاهم ازاي؟ عشان لما حد اعرف اراجع تبقى الدنيا عليك ابسط. مثلا if new and clean لو ترو اعمل، لو دخل لو انت عايز تضيف واحد جديد، ولو كانت يس قال له هات الاول هات الثاني هات الثالث هات مش عارف ايه، فاهمني؟ وبعد كده تجمع بعد كده. طيب كان ده بالنسبه لنا كنت ممكن تعمله برضه جوه فانكشن كلها كامله على بعضها هي دي، فاهمني؟ طيب ولسه انا ما وصلت للفانكشن يعني في المستوى الاول، ما وصلت يعني للفانكشن انا اساس كده يعني لسه جديد في الفانكشن. ما هو عامل فانكشنز كويسه يعني كويسه، لا بس على اساس الواحد ارتبها زياده على اساس اخفف، يبغى لي بس اعيد عليها شويه كده اساس ان شاء الله. ما فيش مشكله، هو ماشي مش مشكله يعني. انا بس بدل ما اقول لك جزء واسيبك، انا بحاول ايه اوري الناس ازاي انا جزأت يعني، اقسمه ازاي. فانا عملت 2 فانكشن حتى انا لسه ما كملتش، فاهمني؟ نعم. انا بعمل تراي على ايه، بفتح الفايل عشان اعمل ابند للسطر ده، صح؟ مظبوط. بعمل ابند عشان اضيف السطر اللي هو الضف جديد ده مره واحده. الحته دي على بعضها بتتعمل في الفانكشن. طب اف ان اكشن رقم 2، انت بدات تقول له طب ايه القيمه اللي هتبحث عنها، طب مش عارف ايه، وابدا اجزأ وابدا اطبع ومش عارف ايه. طيب كانت دي برضه تعتبر دي كده تقدر تفصلها فانكشن اسمها السيرش. حلو. صح؟ كويس. هي مجرد بس تاخد القيمه من اليوزر وتبعتها للفانكشن، وهي بقى تقوم بقى بعمليه البحث والعرض دي على طول. نفس الكلام في 3 انت بتسيرش وتعرض البيانات وتساله انت عايز تعمل ديليت ولا لا، صح؟ الحته دي على بعضها. طبعا انت عامل فانكشن اسمها ديليت، هي اللي هي التجهيز دي هيبقى فانكشن لوحدها طالما ان الكود بتاعته هو كده. واخيرا المفترض، لا مش اخيرا لسه، وهنا بتعمل ابديت نفس الكلام، كل التجهيز للابديت ده بالفانكشن بتاعت الابديت تبقى جوه الفانكشن. و5
خمسة اللي هو عارف. الطباعه الطباعه هذا خلاص فانكشن حاله بقى معروفه واضحه ان تبقى فانكشن لوحدها للبرنت البرنت تيبل يعني. نعم. ودي لو هي صغيره بتاعه الخروج برضه ممكن تفصلها فانكشن، وممكن لو هي صغيره بالنسبه لك او حاجه بسيطه ممكن تسيبها عادي. ده كان كده الايه يعني التوجيهات على مستوى الكود، التوجيهات على مستوى الكود. طيب عندنا عندنا حد تاني بعد بس بلاف مضغوط بقى نشتغل بلاف مضغوط ده. ممكن نفتحه سي ام دي يا دكتور؟ انا عايز العرض انا عايز العرض بس ماشي انا عايز انت فاهم عندك عندك قول لنا كده انت عندك هنا الاول ده تيست كود ده اللي بتنادي بيه على الكود بتاعك آب يا دكتور آب. عم؟ آب. آب. طيب هنا أنت عامل هنا عامل أنت عامل السيرش. لا ده تيست كود ده عامل الفايند وتمام ماشي والآب أنت إيه مستدعي هنا إيه؟ ده مستدعي أنا عامل يونيتيليتي ده اللي فيه ده اللي فيه أوامر الداتابيز. داتابيز فايل فايل كداتابيز يعني نسميها نفس المسميات. انت عامل كلاس مكرد عامل ادي ستودنت عامل عرض عرض كله عامل البحث عن وان ستودنت ديليت الابديت طب الفايند انا حاسس ان من الدبلره كان عندنا فايند اخد فايل طبعا الفايل ده ملوش لازمه يعني اللي كان الفايل الاخير تيست كود ده ملوش لازمه ده ملوش لازمه ده انا بجرب فيه بس بس كان في برضه مثال فايند هنا فوق كان في سيرش في فايند ايه الفرق عندك ما بين سيرش وما بين فايند؟ لا انا بجرب فيه بس يا دكتور الملف الاخير ده مش هستدعيه اللي هو تيست كود ده مش هستدعيه ده الداتابيز مش التيست كود بتكلم عن الداتابيز دلوقتي الداتابيز عندي ان انا ابحث عن شخص عن طريق الاي دي فقط لا غير وفي ان انا ابحث عن كل الملف اي حاجه فيها مثلا ام يو يجيبها لي كده ماشي انا مش يعني في عندي عندنا انا كنت شويه من شو بيزك انفو قول ماشي كده سيرش فور وان ستودنت ادي ليك سود ماشي الابديت كده فايند الفايل فايل 2 ماشي يعني اكيد في حاجات دبلره وانت كنت بتجربها او حاجه وبعد كده الاب انت استدعيت اللي انت عملته هي بس انا ليه تحافظ على كلمه دي في دي لان دايما هتودينا في حته ثانيه مستوى ثاني بس ماشي الحال واللي على الكلام شو انفو وبعد كده بدات بقى تخش في سلسله المعلومات اللي هيدخلها اليوزر والعرض بتاعها وانك تنادي على الفانكشنز وهنا بروم ادي ستودنت تأكد على ان هو بتخش في اللوب وهكذا يعني هنا تعمل ايه؟ تعرف بياناته بتاخد منه باك تو ليست ما فهمتش ماشي هنا شغل وتقول له برضه باك ليه انت تقريبا انت عامل نظام مختلف ابديت ستودنت بيزك
طيب انا اشوف، بس انا حسيت ان الشغل ممكن يكون في حاجه متكرره، يعني لقيت كذا سيرش في كذا مكان، لقيت كذا فايند، ممكن كانت تبقى الدنيا ابسط من كده. المفترض ان الكلاسز والفانكشنز وكده عشان تبسط الكود من ناحيه الحجم وتعيد استخدامه اكتر من مره. طيب على العموم خلينا نشوف. انت عامل طبعا حاجات، انا بقرا كل اللي انت عامله، فانت عامل حاجات عشان احنا مش طالبينها، بس انت يعني حد فيها وده شيء كويس. ماشي. واحد عشان نادي السيفنتس. لا هو انا كتبت البرنامج الاول، يعني قعدت افكر هعمل ايه، وبعد كده الحاجه اللي بنفذها وبتشتغل معايا بكتب ضمن قدامها. يعني طيب احنا هنقول بس برضه البيانات ان انت مدخل ايه مجموعة من البيانات فعليا. هنا انت باك تو ليست. طب ما فيش حاجة آخر. وست انتر. انتر تاني معلش. تمام. نقول تعال نعد البيزك بتاع البيزك ديتا كده. طب ايه المشكلة في الاسم كده؟ المسافة خطية في الاسم. لا لا هو المسافة، أنا مش أنا حاطط إن هو يقرأ سترينج، المسافة تبقى فيها مشكلة. طيب ده مش منطقي في الاسم، عشان أنت عارف يعني. ده الاسم ماشي بيزك خلاص، هو كده بس. أنت رقم واسم. رقم واسم لوحده والديجري لوحدها أو الدرجات لوحدها. كده بس انتر ولا إيه ولا أعمل إيه؟ انتر. عقلها دي درجات الطالب، انت مزود اضافه درجات طالب تقريبا كان 1 2 3 تقريبا، ولا انت بتمسح؟ كان 1 2 3 1 2 3. ايه طب رقم الطالب ماشي، اسم الطالب ماشي، ايه ديجري 1 نقطتين، ديجري 2 ادخل ايه دلوقتي؟ 1 ولا 2؟ اعمل ايه؟ ادخل وخلاص؟ دخل معلش، هو اول واحده عشان حضرتك دوست 2 انتر وهو بيلود، فاعتبرها انتر، هيسيبها زي ما هي، مش هتعمل مشكله يعني. دخلنا له البيانات، دخلنا له الديجري 3 دي مش عارف دي تقصد ان انت هتعرض لي بيانات بتاعت شخص واحد ولا ايه؟ الاسم والاي دي. الاسم والاي دي بس. انت عامل مجهود جامد، بس يعني انا وشغال على البرنامج انا كونفيوزد دايما، يعني انا عايز اوضح لك الحته دي. طبعا انت الدنيا كويسه، بس انا
بنوه لك انك ايه دايما الحاجات اللي بنسميها يو اكس مش يو اي طبعا ما عندناش يو اي بس معناها انك انت تبقى يوزر مفترض هو واعد يبقى فاهم هو بيعمل ايه من غير ما حد يشرحه فاهمني يعني دلوقتي انت بتبقى تو ليست اخش مثلا على اللي بعدها دي بتعمل كل حاجه جربناها دي مفيش مشكله طب تو ابديت بيزك انفورميشن اونلي تو ابديت ستودنت ديجري اونلي تو سيرش ماشي تعال نجرب رقم 5 ماشي انا انت قفلني على الـ على الاي دي يعني بعينه طيب سامي مظبوط الكلام هسيبه زي ما هو هو اي الاي دي هيبقى ثابت هو النقطه ان انا عايز اغير الاسم فانت بتدخل الاي دي عشان تغير الاسم يعني وانت كده مش مديني ان انا اغير الاي دي فكان هي اصلا في الاصل هي ابديت النيم بس صح صح كده يا دكتور ابديت النيم فقط لا دخلت كتير لان المفروض كنت ادخل 6 ديجري 1 كانت سليمه بس مش طلعها لي مش كانت كنا ديجري 1 ديجري 1 حضرتك دوست مرتين فما تسجلتش 55 سيبنا الباقي زي ما هو عملت باك سلاش في الاخر ما اعرفش انت قصروا لنا ماشي في اخر الدرجه هتبقى مش مظبوطه تقريبا طيب سيرش فور ستيرنج رقم 7 بي ايه هتعرض كله على بعض ولا هتعمل ايه؟ دي هتعرض ستودنت واحد على طريقه بدرجاته بحاجته ديليت انا عايز ادلت الراجل اللي عملته عشان اتخنقت منه بعدين بتأكد عليها في الآخر تمام ماشي هي كانت هتبان بقى يا دكتور في السي ام دي عشان حتة مسح الشاشة اللي هو او اس دوت السيستم سي ال تمام هي بالنسبة لنا مش مؤثرة قوي دلوقتي لكن شغل كويس الظاهر انك انت تعبان عليه وقعدت ركزت فيه كل حاجة بس حبيت تسينك اوت اوف ذا بوكس شويه وده بيبقى دايما للديفلوبر مش كويس تمام يعني هتستغربوا الفكره دي لان دايما في الشركات التاسك اللي طلب منك حاول تعمله بالظبط فاهمني عشان ده ما بيرضيش العميل في الاخر يعني اللي احنا بنعمله ده ساعات كتير جدا دي طبعا يعني كان ما اتكلمش عليك انت الوقت انا بتكلم كخبره عموما يعني اللي احنا بنعمله ده ساعات بنبقى مجتهدين وبنتعب اكتر من العادي وبنلاقي ان الكاستمر ما بيبقاش ساتسفايد بسبب ان احنا غيرنا شويه في الافكار وزودنا وحسنا وجودنا فبيبدا طبعا هو بالنسبه للموضوع التعليمي ما فيش مشكله كموضوع تعليمي لكن كموضوع انا بقدم يعني لباقي الناس يعني خلفيه او فكره فلا انا ما عنديش مشكله انك انت تعمل المطلوب بالشكل هتعمل مثلا فاليديشن على البيانات ما عنديش مشكله هتعمل مش عارف ايه ماشي بس خليك في نفس الايه الاطار المطلوب بالظبط بحيث تقدر توصل للهدف وبحيث تبقى انت قدرت تحقق المطلوب لان هو ده الاصل يعني ده الاصل المطلوب من الديفلوبر ان هو يحقق المطلوب فاهمني مش يجود فيه ده في الشغل بتاع الشركات بيتعب ال لو كان ليك تيم ليدر او بروجكت مانجر او حاجه بيتعبه جدا وبيتعب كمان الكاستمر وما بيعجبش في الاخر بالشغل
وبيجي الحلويات اللي انت حاططها دي بتيجي بشكل عكسي. فاهمني؟ بتيجي بشكل ايه؟ بتيجي بشكل عكسي. لما اجي انا ابيع برنامج انا اللي هو بيطلبه بالظبط انا بنفذه له، لكن هنا انا عايز العب بالكود بس اعرف ان انا متمكن فيه ولا لا، افكار جديده فقط لا. تمام. بس هو زي ما انا قلت لك، يعني خليك في الاطار المطلوب واعمله بالليفل العالي اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله. فهمتني؟ اعمله بقى جوه كلاس، واعمل موديول ونادى عليه، وتظبط نفسك وتظبط حالك، ما عنديش مشكله. لكن طبعا انا بتكلم دلوقتي مش في ان انت تعمل يعني الكواليتي عاليه في كودك، انا بتكلم انك انت تعمل المطلوب. مش بتكلم انت بس على فكره، انا زي ما قلت اكيد انا بتكلم على الناس عموما كفكره يعني. طب بالنسبه للتعليم ده مفيد، بس برضه الخروج بره الاطار شويه بيتعب برضه اللي بيراجع، حتى في التعليم العادي وكل حاجه، ده اللي بيبقى شويه محتاج ان هو يعني يركز في ان في اضافات هو مش هو لسه مش فاهم هو انت عايز تعمل ايه، هي لان هي بتبقى خارج عن الاضافات اللي هو طالبها، فبيضطر يبص عشان يفهم الموضوع. لكن كشغلك كتقييم ليك ممتاز جدا وكويس يعني، وانت تعبان عليه وباين يعني، بس هو محتاج حاجه اسمها ريفاكتورنج. بنعمل ريفاكتور. يعني ايه ريفاكتورنج؟ يعني في البروجرامنج لما يجي نقول احنا عايزين نعمل ريفاكتورنج، بيبقى احنا قاصدين ان احنا هنريفيو الكود وهندلت منه كتير. لان انا وبكتب وانا بكتب كنت بكتب حاجات وارجع فيها، واكتب حاجات وارجع فيها، واظبط شويه حاجات. فالكود كده مش 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 في الشكل الكامل واللي هو ينفع يتسلم يعني. فاهم ازاي؟ ليه مدبلر بعض الفانكشنز؟ اسمها الفانكشن ساعات تبقى مش واضحه شويه، فمحتاج ان انا ارجعها وارتبها. اسماء الفايلز ممكن احسنها شويه، مش عارف ايه. بنسمي ده ريفاكتورنج، وبنرجع نعمله بعد ما بنخلص الشغل ونتست ان الدنيا تمام. بيبقى الكود بتاعنا بقى في تعليقات كتير، في مش عارف ايه، عايزين نرجع من ايه مثلا يعني. طبعا مش بتكلم على ده بس يعني، بتكلم عموما. يبقى محتاج ان هو يتراجع تاني بحيث ان احنا نحسن فيه. لكن شغلك طبعا كويس جدا، كويس جدا. شكرا ليك جدا يا استاذ محمد. شكرا ليك يا دكتور. حد تاني يا شباب هيوريني؟ دكتور السلام عليكم. اهلا دكتور. والله انا عملت ريسيرش وعملت الانسيرت والابديت، بس انا حاسه ان انا متلخبطه خالص يعني دخلت في ده وده وده، بس في حاجه غلط، في حاجات حاسه ان في حاجات كتيره كده غلط. مش حاجه اسمها، في حاجه اسمها انا جربت الفانكشنز دي الضربه اول لا والله يعني تشتغل يا دكتور، بس الكولمز مش مظبوط، العربي عندي مش متعرف، مش عارفه يو تي اف 8 مش شغاله ولا ايه، او السيستم عندي بقى في حاجه. ف بس هي اللي فيها مشاكل بالنص العربي، لكن اذا عادل ان ساعات بيبقى عندنا السي ام دي اللي بنكتب عليها دي هي اللي بيبقى فيها مشكله في اللغه العربيه بس، لكن هتلاقي كل حاجه شغاله عادي. بس طبعا لازم نطلع. طب ممكن حضرتك بس تبص بصه كده، ممكن تبص بس كده على الفايلات اللي انا عاملاها وكده؟ ما هو انا هم كتير. طب انا هعمل شير يا دكتور، ماشي؟ عشان حضرتك تشوف برضو الملف الاكسل اللي ظاهر عندي ازاي. تمام؟ اتفضل. كده شير يا دكتور، شير. ايوه تمام. ملف الاكسل طبعا انا كل ما اعمل حاجه يطلع عليها يعني، انا اغير الفايل واظبطه يعني، مثلا في اول رو انا ما عملتش السلاش ان، فجم جنبه بعد عملت السلاش ان، فضلوا اللي فوق. مش فاهمه ليه ما راحش الغلط اللي قبل كده يعني، مش عارف. انا هوري حضرتك برضو الاكزامبلز كله. انا بس انا عارف ايه اللي حصل يعني، انا عارف ايه اللي حصل. طيب انا عايز اعرف، انا مش عارف ده الكود اهو مش باين فيه حاجه، ده البوك يعني. حضرتك شوف كده في ايه. لا انت
انا مبتدئه يا دكتور، انا مبتدئه مبتدئه مبتدئه، يعني انا اول بس مره احط ايدي في الحاجات دي بصراحه، حلو اشتغلت والله. بيها انا والله ماشي معاكم مبتدئين، مش صعب اي حاجه خالص، انا بقدر لا لا الامكان. حضرتك مش بصعب، بالعكس والله حضرتك ما شاء الله ربنا حتى يبارك فيك. الحاجه دي احنا حليناها، يعني حتى المشاكل اللي عندك ايوه دي، ايوه المشاكل اللي عندك دي هي مشينا وراها واحده واحده وحليناها، اللي ما ينتهيش نفس السطر حليناها، ان مش عارف ايه انا فعلا مشيت مع حضرتك في الفيديوهات في كذا حاجه، بالدبلر بالدبلر التايتل كل مره حليناها، عملت يعني لو انت مش تكملت الفيديوهات هتلاقينا ماشيين بنحل فيها واحده بواحده، يعني قبلك دي كلها محلوله تمام. بس لا يمكن بس انا شفت كل لا يعني انت هنا مثلا اللي انت كاتباه هنا مثلا انت عامله ايه؟ لو هو نيو بوك واخد نو خلاص بريك، غير كده بتاخدي مني الايس بين تايتل بتجمعيهم وبتعمل لهم ابند تمام؟ بتروز دوت ابند بتجمع في حاجه اسمها روز ماشي، وبعد كده قمت عامله ايه؟ اوبن للابند قمت رايتر. لو شفت في الفيديو اللي بعده هتلاقيني بقول بعمل بنادي على الاو اس واتاكد ان الفايل موجود واشوف ان هو موجود ولا مش موجود، لو موجود ما بحطش كلمه ايس بي ان وتايتل وسبشاليزيشن اللي هي اف موجود. اكزيست صح؟ اف اج اف اه اه طيب ما انا عملتها بس في سيرش تقريبا. ما هي هنا مكانها هنا عشان ما يضيفش التايتل ده، انا عايز اتاكد الاول لو الفايل موجود تمام خلاص، يبقى اكيد التايتل ده والتايتل والسبشاليزيشن وبريزد نزل قبل كده، ولو مش موجود تمام يبقى دي اول مره يبقى نضيفهم عشان هو ما بيضافش غير في اول مره، فهي بس دي اللي هتعمل لك هتمنع لك الدبلر. اما حكايه ان هو ما مسحش ليه سلاش ان، انت ما قلتلوش يمسح الكود.